مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا استاذ في الطب. احنا النهارده هنناقش موضوع مهم جدا وبيهم شريحه كبيره من الناس. الام الاعصاب والعظام اصبحت من المشاكل الكتير قوي ما بيننا، لكن احنا للاسف بنهملها كتير وبنقول يعني اهي حصلت خبطه وهتعدي وما بنهتمش، وده بيسبب لنا مضاعفات بعد كده. مين مننا ما بيحصلش تنميل في ايده؟ يعني اكتر الناس ممكن يحصل لها تنميل في ايديها وهي بتسوق العربيه، ممكن يحصل انقباض لصبعها او توقف لصبعها. كل ده احنا هنناقشه النهارده في موضوعنا المهم جدا، اختناق والام الاعصاب، مع الاستاذ الكبير دكتور اشرف عبد العزيز استاذ العظام بطب الازهر. هنناقش معاه اختناق والم الاعصاب وتنميل الايدين. في انتظار تليفوناتكم واستفساراتكم على رقم 388-35-201. اهلا بيك معانا يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، منور الاستوديو يا دكتور. ربنا. دكتور اشرف، حضرتك عارف ان مشاكل العظام والاعصاب دي من المشاكل الدارجه ما بيننا، لكن كتير من الناس ما بتهتمش، يعني تقول لك دي حاجه بسيطه وهتروح، ما بتهتمش ان هي، وده بيخليها بقى تعمل عمليه بعد كده. احنا النهارده عايزين نعرف ايه هو اختناق والام الاعصاب واسباب الاسباب اللي هي المصاحبه ليه، وامتى الانسان يقول لا ده كده دق ناقوس الخطر، انا كده لازم اتوجه للطبيب ومحتاج عمليه اعملها. واحنا عارفين دلوقتي ان العمليات اصبحت سهله وبسيطه جدا، لان في ناس كتير متخوفه من الموضوع ده. تمام. فاحنا عايزين نتعرف على اختناق والام الاعصاب مع حضرتك يا دكتور. اتفضل. تمام. مبدئيا العصب هو يعني نحب نشبهه قوي بالكابل بتاع النت. الكابل بتاع النت بيكون فيه الياف، الالياف ديت متعدده، يعني تلاقي فيه الوان، تمام، وفي نفس الوقت بينقل الاشارات. هو بالظبط العصب بنفس الطريقه، العصب هو عباره عن الكابل اللي مسؤول عن الاشاره الكهربائيه اللي بتوصل من المخ للاطراف سواء الايد او الرجل. الكابل ده ما هواش عباره عن كله زي بعضه، لا، في جزء حسي وجزء عضلي. الجزء الحسي اللي هو مسؤول عن الاحساس، زي مثلا ازاي نفرق بين الميه السخنه والميه البارده، ازاي نفرق بين الالم نفسه، نحس الالم، ازاي نحس بالضغط نفسه، دي انواع من انواع الاحساس. تاني حاجه الاشاره العضليه اللي هي بتدي اشاره للعضله علشان تعمل حركه معينه في وقت معين بطريقه معينه، هي دي الاشاره العضليه. العصب ده علشان مهم قوي لازم بيتحط جوه غشاء، تمام؟ فالغشاء ده برضو بيبقى منقسم الى اقسام، زي بالظبط الكابل. فهو بيبقى يعني جوه فيه اغشيه حوالين بعض الالياف المتنوعه، وبعدين بيبقى فيه غشاء رئيسي. بعد كده العصب ده بيمشي في مكان ما بين العضلات مثلا او حوالين المفاصل، بيكون فيه انسجه حاميه له، او بنعتبرها حاجه زي الانفاق كده، تمام؟ لو حصل ضيق في النفق ده او القناه اللي معدي فيها العصب يحصل اختناق في العصب. تمام يا دكتور، يعني احنا عايزين نبسط المعلومه شويه بحيث ايه ان المشاهد البسيط يقدر يعرف لا ده كده لازم اتوجه للطبيب. الاسباب اللي بتيجي لاختناق الام الاعصاب، يعني الاسباب المصاحبه ليه، يعني احنا مثلا عارفين ان تنميل الايدين، اهالينا الفلاحين اللي بيستخدموا ايديهم في العجين على طول والحاجات دي، الرجال ايضا برضو اللي بتستخدم ايديها كتير، الموبايلات. فاحنا يعني عايزين نعرف الاسباب اللي مصاحبه للتنميل الايدين ده واختناق الاعصاب يا دكتور. تمام. هو مبدئيا اكتر سبب هو السبب اللي مش معروف، تمام، يعني ان دي حاجه بتحصل من عند ربنا سبحانه وتعالى، معظم الاسباب مش معروفه قوي. انما في الابحاث توصلت الى ان في اسباب، الاسباب دي قد تكون سبب خارجي فحصل ضغط على العصب نفسه، او ان القناه اللي ماشي فيها العصب بدات تضيق شويه نتيجه مثلا كسر قبل كده، او نتيجه تليف في الاوتار اللي حوالين العصب، او تليف في الغشاء اللي حوالين العصب نتيجه مثلا اصابات متكرره. الاصابات دي ممكن تكون حاجات ضعيفة، يعني مثلا زي مثلا الناس اللي هي بتستخدم الهيلت، اللي هو بيستخدم النجار أو الكهربائي اللي بيستخدم الهيلت، فدي بتعمله إصابات ضعيفة بس متكررة، دي بتعمل إصابة حوالين العصب
دي تعمل نوع من انواع التليف. برضو في الستات الحمل والرضاعه، ده من الحاجات اللي بتزود نسبه الميه في الجسم، فبالتالي بتعمل اختناق في الاماكن اللي هي القنوات اللي بيعدي فيها العصب، فتحس بتنميل في ايديها، تحس بتليف حوالين الاوتار، تحس بتنميل في بعض الاصابع. نقدر نقول يا دكتور بيجي من ايه تاني؟ يعني نقدر نقول ان اختناق الاعصاب ممكن يجي من ايه تاني؟ يعني في امراض مثلا، في اعراض او امراض مصاحبه ممكن يجي منها، اللي هي مثلا لو حصل لا قدر الله التهاب في العصب نفسه، اللي هي التهاب الاعصاب الطرفيه، او حصل في بعض الناس اللي بتشتكي من غضاريف الرقبه او غضاريف في القطنيه، ممكن يضغط على العصب بتاع الرجل. طب يعني يا دكتور احنا دلوقتي عاوزين برضو نعرف اشهر انواع اختناق الاعصاب الطرفيه. تمام، بس يعني بس قبل ما ناخد اجابتنا عن اشهر انواع اختناق الاعصاب الطرفيه، ناس كتير بتسال على حضرتك يا دكتور. هناخد محمد معانا من القاهره. الو، استاذه ولاء من القاهره. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. ايوه لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي يا فندم، دكتور اشرف مع حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا كشفت من فتره على ايديا، فقال لي انت عندك عمليه تسليك شرايين، عايزه تعملي عمليه في كف ايديك تسليك شرايين، لان ايديا بتنمل، لاني بحلب فايديا بتنمل، الاطراف بتاع ايديا بتنمل، وايديا كبشه ايديا ذات نفسها بتوجعني جامد، او اجي امسك السكينه لفتره طويله واثناء الحليب برضو ايديا بتوجعني جامد وبتنمل، فما بستحملش، ف يعني من كتر الالم ما بستحملش، فروحت للدكتور فقال لي عمليه، بس انا مش عايزه اعمل عمليه يا دكتور، هي في الشتاء بس بتوجعني، بس في الصيف ما بتوجعنيش. تمام. طيب بنشكرك استاذه ولاء، الدكتور هيجاوب على حضرتك. يمكن ناخد من سؤال الاستاذه ولاء للسؤال بتاع حضرتك، ايه اشهر الانواع؟ هو ده فعلا من ضمن اشهر الانواع اللي بيحصل اختناق الاعصاب الطرفيه، اللي هو اسمه العصب الاوسط. احنا ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا اعصاب في ايدينا كتير جدا، عشان كده اسمها الضفيره العضديه، هنا بتغذي الدراع كله، ولكن في الايد نفسها في ثلاث اعصاب هم المهمين جدا، اهمهم العصب الاوسط، تمام، اللي هو بيعمل تنميل اكتر في الثلاث صوابع او الاربع صوابع اللي هنا، وفي العصب الزندي اللي هو بيغذي الصباعين الخنصر والبنصر، الخنصر بيبقى كله والبنصر بيبقى نصه، والعصب الكعبري اللي هو معظمه بيبقى في المنطقه دي، بيبقى حسي ما هوش عضلي، العضلي بيبقى عند الكوع. فدول الثلاث اعصاب المهمين، لكن العصب الاوسط ده هو اكتر حاجه. الاستاذه ولاء بتقول ان هي بتحلب، اللي هي اللي بتستخدم ايديها بالشكل ده، ربات البيوت اللي بيغسلوا المواعين، ماسكه الموبايل لفتره طويله بالطريقه دي، الناس اللي بتستخدم ايديها على طول، مثلا الناس اللي بيشتغلوا في الخياطه، المهن الحرفيه، يعني المهن الحرفيه اللي بيتم استخدام الايدين، بيحصل ضغط على الايد. الجراحين من ضمن اكثر دكاتره النساء والتوليد، جراحين اكثر، يعني يمكن الولاده اسهل شويه من الجراحه، لان الجراحه بيمسك الات صغيره وبيحرك ايده بالشكل ده فتره طويله، فدي كلها من ضمن الحاجات اللي بتعمل بتضغط على العصب يعني. تمام يا دكتور، ناخد ام محمد معانا من القاهره. الو، ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل الدكتور لو سمحت. اتفضلي يا فندم، دكتور اشرف مع حضرتك، اتفضلي. ازيك حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيب. صحة وسلامة. يا دكتور انا كنت وقعت وانا ماشي على كتفي كده، تمام، فعملت فتعبني خالص، فطلبوا مني رنين، عملت رنين، تمام. فقال فيه ارتشاح وميه. استاذنك ام محمد بعد اذنك، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. حاضر شكرا. فقال الاشعه الرنين طلعت ارتشاح وميه في الكتف، فعمل لي الم شديد. تعرفي تسرحي بايدك؟ تعرفي تسرحي شعرك؟ ام محمد دكتور اشرف بيسال حضرتك، بتعرفي تسرحي بايدك؟
تعرف ترفع يعني ايدك؟ بسرح بايدي بس يعني مش قوي، ايدي ما بقدرش ارفعها ما مثلا، ما بتقدرش اقدرش ترفع احرك ايدك. اجي اشيل حاجه بيها، ما اقدرش. تمام. شكرا ليك يا ام محمد. دكتور اشرف هيجاوب لحضرتك، وبشكرك على اتصالك يا فندم. هو طبعا حصل عندها نتيجة الكدمة أو الخبطة اللي حصلت إن حصل تأثير في الأوتار بتاعة الكتف، من ضمنها الوتر المسؤول عن رفع الكتف لفوق، فهي غالبا ما بتعرفش تسرح أو بتنزل إيديها بشكل معين أو بتنزل دماغها علشان تعرف تلحق درعها. فده بيحصل في يا إما يكون في حصل قطع جزئي في الأوتار اللي مسؤولة عن تدوير الكتف ورفع الإيد لفوق، أو إن حصل ارتشاح زي ما هي بتقول وبعض التليفات في الكبسول بتاعة المفصل. طبعا دي بتحتاج علاج، وعلاج طبيعي مبدئيا علاج الاول. طبيعي يعني مش شرط عملية على طول، احنا بنجرب العلاج الطبيعي الاول. ده ما حصلش قطع كامل في الوتر. لو حصل قطع كامل في الوتر يبقى لازم عملية، انما لو حصل قطع جزئي او حصل ارتشاح والتهابات بس في الاوتار بنبدأ بالادوية والعلاج الطبيعي، وبعدين بنتابع مع الحالة هل في تحسن ولا تحتاج تدخل جراحي. ان شاء الله ما يكونش محتاج اي تدخل جراحي يا ام محمد، والف سلامه. معانا استاذ عصام من القاهره. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا فندم. دكتور اشرف. دكتور اشرف مع حضرتك يا استاذ عصام، اتفضل. ممكن استاذن حضرتك بس توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. الو استاذ عصام، بعد اذن حضرتك وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون، ودكتور اشرف مع حضرتك. والله عندي مشكله كده خاصه بكتفي، انا من غير اي حاجه ما بقدرش ارفع كتفي، وما باجي انام ما بقدرش استحمل النوم عليه بدون اي سبب. من امتى؟ من امتى يعني يا استاذ عصام؟ بقاله شهر ونص مثلا. يعني لما تيجي تلبس البلطو او الجاكيت بقى صعب. استاذ عصام، دكتور اشرف بيسال حضرتك، يعني لما بتلبس الجاكيت او البلطو بيبقى صعب على حضرتك يعني؟ بالظبط. في الشتاء بس؟ مش في الشتاء بس ولا في كل الفترات؟ لا، هو ظهر في الشتاء يعني. تمام، زاد يعني. تمام. بشكرك استاذ عصام، ودكتور اشرف هيرد على حضرتك يا فندم. شكرا لاتصالك، اتفضل يا دكتور. تمام. هو مع مرور العمر شويه بيحصل نوع من انواع حاجه زي اللي احنا بنقول عليها في الدارج الخشونه. الخشونه دي في انواع منها ان بيحصل نتوء في العظم بتاع الكتف اللي هي عظمه اللوح. في عظمه ثابته هنا وعظمه متحركه. العظمه الثابته دي هي عظمه اللوح، والعظمه المتحركه اللي هي عظمه الكتف. في جزء من عظمه اللوح دي اسمها الاكروميون، يعني بتبقى بارزه لبره. تمام. والجزء المتحرك اللي هو عظمه العضد. في بقى العضله اللي هي بترفع الدراع، ترفع الكتف. العضله دي ما بين عظمتين. لما بيحصل نتوء عظمي بيحصل احتكاك ما بينها وما بين الايه العضله اللي موجوده، يعني العضله زي ما نقول كده بتتخنق او بتتحشر، بتنقبض يعني. بتبقى في النص ما بين العظمتين. تمام. فبيحصل فيها نوع من انواع الالتهاب والتليف. تمام. اكتر بيزيد الموضوع مع الشتاء، بدليل ان احنا لو اي مشكله بالنسبه لنا اي الم بنحط نعمل كمادات دافيه، فالكمادات الدافيه يقل الالم. احنا كمصريين بقى يعني احنا بنقول بقى يعني احنا بنستسهل. لا، انا بدل بقى ما اروح بقى للطبيب، احنا كلنا بنكسل في موضوع الطبيب ده يا دكتور كمصريين يعني. لا، نعمل بقى كمادات، نجيب انتبيوتيك بقى نحطه، الحاجات دي. بس ده بقى للاسف ممكن يسبب لنا بقى مضاعفات بعد كده، لان احنا نلحق الخطر مبكرا. احنا استاذن حضرتك، معانا ايمان من الجيزه. الو. الو. ايوه، اهلا بيكي. اهلا بيك يا فندم. منوره الدنيا يا فندم. ميرسي يا فندم لذوقك، اتفضلي يا فندم. سؤال حضرتك. اتكلم الدكتور اشرف من فضلك. دكتور اشرف مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. ترحي يا دكتور. مساء النور. عندي دكتور حد اعرفه يعني عنده كان حصل كدمه في النخاع الشوكي، كدمه جامده جدا يعني زي حاسه كده، فبقاله سنتين تقريبا، وعملنا طبعا اشعاعات وعلاج طبيعي وحاجات زي كده كتير قوي، فتقريبا الجسم كله واقف. طبعا الدماغ شغاله بس الجسم كله واقف، فبيقولوا نسبه 20 او 30% ممكن ما يبقاش في نمو تاني للاعصاب والجسم يتحرك. يعني هو عنده جزء من الشلل، يعني ما بيقدرش يحرك رجله بالظبط. يعني نسبه ضئيله جدا مع العلاج الطبيعي طبعا، والكلام ده بقاله سنتين تقريبا. فهل يا دكتور يعني في حل او؟
تمام. هو يعني انا استاذن حضرتك طبعا، هو مش موضوعنا النهارده في الحلقه، هو مش تخصصي او الدقيق، تمام. فطبعا هو هو ممكن حضرتك نستأذنك عشان احنا معانا تليفونات كتير يا أستاذة إيمان، ممكن تمام. تليفونات الدكتور على الشاشة، يعني تليفونات الدكتور على الشاشة، وحضرتك بعد الحلقة كلمينا في الكنترول ونوصلك بالدكتور. هو بس دي حلقة، دي دكتور حالة. أشرف، دكتور أشرف، أنا مش عارفة أعمل الحلقة من كتر التليفونات بصراحة، يعني أنا كان نفسي أكبر عدد من المشاهدين يستفيد معانا باللي إحنا هنقوله، بس نستأذنك ناخد أم محمد معانا برضو. ألو، انقطع الاتصال. عاود الاتصال بينا تاني، وبنشكرك على اتصالك أم محمد من القاهرة. دكتور أشرف، إمتى أقدر أقول إن حصل تآكل للطبقة الخارجية للعصب، وفي الوقت ده بقى لا لازم يعمل عملية؟ يعني أنا مثلا كمريضة، تمام، أعرف إزاي إن حصل عندي تآكل للطبقة الخارجية للعصب؟ تمام. هو لما بيحصل اختناق بيبدأ الموضوع الأول إن الواحد مثلا في وضعية معينة، الناس بالذات الناس اللي بتنام على إيديها، بتصحى من النوم تلاقي إيديها منملة، لكن مع الأكتيفيتي اليومية، النشاط العادي اليومي، الألم بيروح. لما في بعض الناس لا، بيستمر الألم طول النهار، أو بيرجع الألم مع بعض الوظائف. طب أنا بس أستأذنك ناخد أم محمد عشان تمام. ماشي. ألو، أيوة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك يا فندم. تتكلم الدكتور، أنا لسه مكلمة الوقت بس هقول لك. أهلا بيك يا فندم، دكتور أشرف مع حضرتك، اتفضلي سؤال حضرتك. شكرا يا حبيبي. من فضلك يا دكتور، حضرتك بتقول أعمل علاج طبيعي، أنا عملت علاج طبيعي أكتر من شهر، كان بيزيد الألم مش بيخف، فوقفت العلاج الطبيعي، فدلوقتي بيقولوا عملية يا حقنة كورتيزون في العظم، أنا ست كبيرة وعندي سكر. ألف سلامة على حضرتك يا فندم، ربنا يخليك يا حبيبي، اتحل. طيب حاضر، دكتور أشرف هيجاوب على حضرتك، وبشكرك لاتصالك يا فندم، اتفضل. شكرا، سلام، اتفضل يا فندم. هو بس نقطة مهمة جدا للناس، ان احنا دايما في البرامج او في لما بنيجي نتكلم على حاجة تثقيف طبي، فاحنا بنتكلم كخطوط عامة، مش بنتكلم على حالة معينة، لان كل حالة بحالتها مختلفة عن التانية، تمام؟ فبالتالي احنا لما بنشرح مثلا لأم محمد ان احنا بنبدأ بالعلاج الطبيعي وبعض الأدوية، احنا بنشرح عامة وليس موجه ل شخص أم محمد طبعا يعني، تمام. فإحنا بنبدأ مراحل معينة، العلاج الطبيعي مع العلاج، بعد كده ممكن أحيانا نلجأ للحقن، ممكن بعد كده لو ما فيش تحسن نلجأ للعملية. طيب إحنا معانا برضو وائل، أستاذ وائل من القاهرة، أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل يا فندم، سؤال حضرتك. دكتور أشرف مع حضرتك. أنا دكتور، بقول لحضرتك يا دكتور، أنا عندي ركب الاثنين الشمال واليمين فيهم ألم باستمرار، عملت أشعة عادية على الاثنين مفيش فيهم حاجة خالص، عندك كام في سنة؟ ألم مستمر، والألم عندي أستاذ وائل، أستاذ وائل، أستاذ وائل، الدكتور بيسأل حضرتك عندك كام سنة؟ 35. 35 سنة، تمام، اتفضل يا فندم كمل سؤال حضرتك. عندي ألم مستمر يا دكتور في الركبتين الشمال واليمين، وبالأخص في الشمال فيها الألم أكتر، عملت أشعة عادية على الاتنين مفيش فيهم حاجة، فحضرتك تنصحني بيه أو أعمل إيه؟ يعني أعمل أشعة عينين أطمن أكتر، ولا إيه المطلوب بالظبط؟ تمام، شكرا لك يا أستاذ وائل، ودكتور أشرف هيجاوب على حضرتك. وطبعا الألم اللي بيحصل في السن المبكر، أولا طبعا مفيش خشونة، عشان بعض الناس دايما بيسألونا السؤال ده، يجي حد عنده 25 سنة أو 26 سنة أو زي الأستاذ وائل 35 سنة، وبعض الناس يقولوا في حد قال لهم إن عندك خشونة، لا، ده مفيش خشونة في السن الصغير للإنسان الطبيعي اللي هو بيتحرك باستمرار. ولكن الأستاذ وائل ده نوع من حاجة اسمها نوع من أنواع الألم أو الاحتكاك، نتيجة تصرفات خاطئة، مثلا بيطلع سلم كتير أو بيعمل حركات معينة بتعمل احتكاك ما بين الردفة اللي هي الصابونة والركبة، فبيحصل نوع من أنواع الالتهاب في الركبة، وده طبعا بيحتاج بعض الأدوية، وإن شاء الله يبقى كويس، مفيش أي خوف يعني. تمام يا دكتور. أستاذة أسماء من الجيزة بتقول لنا عندها غضروف في الفقرة القطنية والعزيزية، بتقول لحضرتك هو خارج من مكانه خالص
وبيأثر على رجليها. الوجع كله يا دكتور بتقول متركز في رجليها. كان تمام. تشخيص الدكتور ان هي تعمل عملية. تمام. رأي حضرتك يا فندم؟ برضو هنرجع تاني لنفس النقطة، ان احنا مفيش حاجة اسمها ينفع عملية وما ينفعش عملية. اهم حاجة التشخيص يا جماعة. احنا بنتكلم كلام عام كنوع من انواع التثقيف الطبي. هي عندها مثلا غضروف، والغضروف ده ضاغط على العصب. على حسب الضغط بتاع العصب اللي موجود عندها، واكيد هي بتعاني من عرق النسا، فده عامل لها مشكلة وألم وتنميل. يعني لازم تعالج عرق النسا الأول. على حسب الـ الضغط اللي موجود والتنميل والأعراض اللي موجودة عندها، زائد الأشعة، زائد الفحص السريري اللي هو الفحص الإكلينيكي، يعني إنه الدكتور بيشوف الحالة، فبالتالي في الآخر بيطلع الرأي الطبي الصحيح. تمام؟ في فإذا كان في خطورة من إجراء العملية؟ يعني في خطورة لو عملت ما هو في العملية ولا بترجع طبيعي ما تاني؟ هو الأخطر إن إحنا لو استنينا. الأخطر لو هي استنت. الأخطر ليه استنينا؟ وبالنسبة برضو لاختناق الأعصاب يا دكتور، المرض بيرجع تاني بعد إجراء العملية؟ في حالات طبعا، في حالات بيرجع في فيه. حالات طبعا، ودي بتعتمد على كذا سبب، منها التشخيص الصحيح أهم حاجة، عشان نعرف التشخيص السبب بالظبط. تاني حاجة العلاج الصحيح، يعني مثلا لو عملنا تسليك والتسليك ما كانش كامل، أو لو العيان جاي لمتأخر. تمام. طب احنا عايزين نعلق على الصور معانا على الشاشة يا دكتور بعد إذن تمام. حضرتك، وبرضو قول لنا ليه مرضى السكر بيكونوا هم الأكثر عرضة لاختناق الأعصاب؟ يعني دايما مرضى السكر السكر بيأثر على الأعصاب الطرفية، لأنه بيعمل نوع من أنواع، بيأثر على الشرايين الصغيرة اللي متواجدة في الأطراف، ودايما الدم اللي واصل للأطراف بيبقى أقلها، أقل من مثلا، يعني مثلا الدم اللي واصل للأطراف للأصابع أقل من اللي حوالين الكتف أو الكوع. بالنسبة للإيد هنا الصورة دي بتوضح لنا العصب الزندي وهو بيعدي حوالين الكوع، وده المكان اللي بيحصل فيه الاختناق، وده تاني عصب مشهور بيحصل فيه اختناق بعد العصب الأوسط اللي سألت عليه الأستاذة ولاء في أول الحلقة، اللي هو تنميل بيحصل في إيديها وقالوا لها اختناق شرايين، ده اللي هو العصب الأوسط. إنما ده العصب، الصورة هنا دي التانية دي بتوضح الاختناق بتاع العصب الأوسط، وكل اللي باللون الأزرق ده هو العصب الأوسط، اللي الناحية التانية اللي هم الصباع ونص دول ده العصب الزندي، وده أكتر نوع بيحصل فيه اختناق، لانه نتيجة الناس اللي بيستخدموا ايديهم كتير، سواء يعني سيدات او رجال، يعني مش شرط تكون سيدة مثلا في الاعمال المنزلية، لا ده ممكن الرجال كمان اللي هم بيستخدموا ايديهم كتير. هم اكثر الناس عرضة للاصابة هم الستات، سيدات، السيدات خاصة بعد الحمل والرضاعة. تمام. وبعد الاستخدامات الخاطئة. كل الحالات بتستدعي اجراء عملية جراحية، ولا ممكن نقول في أدوية كده ممكن تنشط الأعصاب؟ يعني أنا ممكن أخد أدوية تنشط الأعصاب وتحميني من المرض ده ويروح، ولا كل الحالات بتستلزم إجراء العملية يا دكتور؟ في بداية الاختناق اللي هو الاختناق البسيط بنبدأ بالأدوية. تمام. وفي حالات كتيرة بيحصل لها تحسن. إذا كان الاختناق بتاع العصب بقاله فترة طويلة بنحتاج إن احنا نعمل رسم عصب، وفي بعض الحالات بنحتاج معاها علاج طبيعي، وفي بعض الحالات بتتحسن بالحقن الموضعية. تمام. يعني في علاج بديل غير العمليات؟ ولكن الحقن الموضعية أول حاجة إن هي حاجة مؤقتة، تاني حاجة إن دايما الناس بتسألنا الحقنة دي فيها إيه، طبعا فيها نسبة كورتيزون. طب ما الكورتيزون ده خطر؟ لا، الكورتيزون خطر في الناس اللي بتاخده على فترات طويلة أو على فترات متقاربة، يعني مثلا الناس اللي هي لا قدر الله عندها مشاكل في المناعة وبياخدوا كورتيزون يومي أو أسبوعي، فدول بيحصل لهم مشاكل من الكورتيزون، دول إحنا ملناش علاقة بيهم. لما إحنا بنتكلم إن الحقن الموضعية دي هي بس إن هي تأثيرها الأكتر على الجزء الموضعي وليس على الجسم الإنسان. طبعا لو العيان عنده سكر مثلا لازم يظبط السكر، ما ينفعش سكر عالي أو ضغطه عالي وأدي معاه مثلا الحقنة المفصلية الكورتيزون. العملية دايما بتبقى المرحلة الأخيرة، إذا العيان ما تحسنش بعد مع الأدوية والعلاج الطبيعي وبعد فترة بنضطر إن احنا نعمل له الإجراء الجراحي، لأنه في الحالة دي ما فيش حل بديل.
احنا للاسف احنا معانا تليفونات كتير بس وقتنا تمام. انتهى. للتواصل مع دكتور اشرف عبد العزيز استاذ جراحه العظام بطب الازهر من اي محمول 010 93 90 4404. دكتور اشرف احنا عايزين، احنا وقتنا للاسف خلص بسرعه، عايزين نصيحه اخيره للساده المشاهدين ازاي احمي نفسي من اختناق الاعصاب. تمام. هو مبدئيا اول ما بيحصل تنميل لازم ان احنا نحاول نبحث عن سبب التنميل ده، هل هو التهاب، هل هو تليف، او هل هو حاجه من العمود الفقري نتيجه غضروف عنقي او غضروف قطني. لازم نعرف السبب الاول، وبالتالي لو عرفنا السبب والتشخيص السليم بنبدا فالعلاج مبكرا بيبقى احسن من ان احنا بعد كده بنتاخر. ايوه يا فندم. طب في مقوله شائعه كده، يعني سؤال اخير لحضرتك، آه. ان اي عمليه في العظام سواء في الركبه او في الظهر الانسان ما بيرجعش طبيعي بعدها، عايزين نصحح المقوله دي يا دكتور. ما الناس اللي بتتحسن دي كلها بتعمل يعني، يعني في ناس يعني بترجع طبيعي 100% كل الحالات يا دكتور، ولا يعني في خلينا حالات مثلا يعني بنسبه كام، يعني نسبه كام؟ نسبه كبيره جدا، نسبه كبيره جدا بتعيش حياتها بس بشكل طبيعي. اللي بيخش بدري، يعني اللي بيلحق نفسه اللي بدري. بيلحق نفسه بدري. يعني اذا يا جماعه اي مشكله في العظام احنا نلحق نفسنا بدري ونروح للدكتور، واهم حاجه نروح للدكتور ويشخص التشخيص السليم. بشكركم مشاهدينا، وبشكرك دكتور اشرف عبد العزيز استاذ العظام بطب الازهر، بشكركم مشاهدينا لحسن المتابعة، وانتظرونا في حلقات جديدة يا أستاذ في الطب.